ولذلك كان ما يؤثر عن شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال ابن القيم: وقد كان في ضيق شديد وحار شديدة، وكان في حبس، وكنا إذا ضاقت بنا الدنيا وأظلمت علينا فما هو إلا أن نأتيه فننظر إلى وجهه ونسمع من كلامه وهو يذكرهم بالله تبارك وتعالى حتى تنشرح صدورهم. وكان يقول رحمه الله: ما يفعل أعدائي بي؟ أنا جنتي وبستاني في صدري، أي أنه يحفظ القرآن. أنا إخراجي من بلدي سياحة، وحبسي خلوة، وقتلي شهادة. فكان من أعظم الناس عيشا، وكان رحمه الله يقول: إن في الدنيا جنة وهي الذكر، وهي إعمار القلب بطاعة الله وبمعرفته وبالتقرب إليه. قال: من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. وكان وهو في السجن وقد حبس رحمه الله كان يقول: لأنا أدعو للذين حبسوني في السجود، لأنه خلا بالله يتلو كتاب الله ويعمر أوقاته بذكر الله تبارك وتعالى. وفي ذكر الله عز وجل من الفوائد كما ذكر ابن القيم أن الله سبحانه وتعالى يذكر العبد الذي يذكر ربه تبارك وتعالى: فاذكروني أذكركم واشكروا لي ولا تكفرون. وقال في الحديث القدسي: أنا مع عبدي ما ذكرني وتحركت بي شفتاه، فإن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ هم خير منهم. فحري بنا عباد الله أن نتقرب إلى الله بهذه العبادة السهلة الميسورة. لو الإنسان ماشي أو قاعد أو قائم، أو هو يقود سيارته، أو هو يعمل عمله، يذكر الله سبحانه وتعالى. للأسف الناس ما استفادت مما جاء من ثورة المعلومات. كثير من الناس يساهر في الفيسبوك والواتساب وغير ذلك، وله من الشهور بل ومن السنين لم يذكر الله سبحانه وتعالى. يديه وعينيه رطبتان من رسائل الواتساب، وما يذكر الله سبحانه وتعالى إلا في دقائق معدودة ومعلومة. وهو مع أن الذكر كما قال ابن القيم، قال: والذكر للقلب واحتياجه إليه كالسمكة، فكيف إذا أخرجت السمكة من الماء؟ ولذلك عباد الله، علينا أن نعمر أوقاتنا بذكر الله تبارك وتعالى. أقول ما تسمعون وأستغفر الله لي ولكم فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. وصية القحطاني: بالله قولوا كلما أنشدتم رحم الإله صداك يا قحطاني.